بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاشبال. ان شاء الله عندنا النهارده حلقه مميزه وتغطيه خاصه. كاميرا الاشبال كانت موجوده في بطوله الصيد الوديه، كنا مع فريق 2007 اللي فاز على الزمالك 1-0، وايضا مع فريق 2008 اللي فاز على نادي الزمالك في المباراه الختاميه 3-1، وفريق 2009 ايضا اللي فاز على نادي الزمالك 1-0. عندنا تغطيه خاصه ولقاءات مع المديرين الفنيين وايضا مع لاعبي النادي الاهلي. بطوله الصيد اللي استفادوا منها استفاده كبيره جدا. وايضا النهارده برضو عندنا اخبار الناشئين في الصحف والمواقع. ولكن قبل ما نبدا حلقتنا حلقه الاشبال، عايز اتكلم عن مباراه الاهلي وبيراميدز اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1، وخاصه الهدف الثاني. المباراه كانت يوم الخميس، جمعه، سبت، النهاردة الحد، وما زال الكلام وما زال الحديث عن الهدف الثاني وصحة الهدف الثاني. كابتن شناوي الخبير التحكيمي طلع وأقر بصحة الهدف الثاني، كابتن أيمن دجيش أيضا أقر بصحة الهدف الثاني، كابتن ناصر عباس في قناة النادي الأهلي أقر بصحة الهدف الثاني، كابتن سمير عثمان قال الهدف الثاني صحيح، نجوم نادي الزمالك كابتن حازم إمام والمحللين كريم حسن شحاتة، كل الناس أقرت بصحة الهدف الثاني. ولكن الهدف الثاني ده شكله ممتد معانا ل 2030، سنة 2030. احنا دلوقتي في 2020، ولكن لسه شكلنا قدامنا فترة كبيرة من الزمن، حوالي 10 سنين، ان احنا نقعد نتكلم عن صحة الهدف الثاني، نقعد نتكلم عن التحكيم. التحكيم اللي جامل بعض الأندية في بعض المباريات، ولولا التحكيم لكان النادي الأهلي دلوقتي فارق في الصدارة، وكان ممكن الدور الأول ينتهي ونبارك للنادي الأهلي بالفوز بالدوري بعد انتهاء الدور الأول. التحكيم اللي حضراتكم بتتكلموا عنه هو التحكيم اللي ظلم نادي الاتحاد السكندري في مشوار بطولة الدوري، وكان ليه ركلة جزاء أمام المنافس، ركلة جزاء صحيحة، وتم خسارة الاتحاد السكندري. هو نفس التحكيم المصري اللي ظلم برضه نادي مصر المقصة، ركلتين جزاء صحيحتين في المباراة، وأيضا مصر المقصة، نادي مصر المقصة خسر 3 نقاط مهمة. هو التحكيم المصري اللي أيضا حرم نادي وادي دجلة من الحصول على 3 نقاط في المباراة الأخيرة وانتهت بالتعادل 1-1. هو التحكيم، هو التحكيم المصري اللي كان في كل المباريات السابقه اللي انا قلتها لحضراتكم تدخل وكان ليه راي تاني، لكن كل الناس احترمت التحكيم المصري. لولا التحكيم المصري السنه دي زي ما اقول لحضراتكم كان النادي الاهلي انهى الدور الاول بفارق لا يقل عن 30 نقطه، كان النادي الاهلي حصل على الدوري من نهايه الدور الاول. هو ده التحكيم المصري. بدل حضرتك ما تطلع وتشكرني على كل الحاجات اللي انا عملتها، النهارده الاتحاد السكندري كان في المركز الثاني، كسبت الاتحاد السكندري. انا كنادي الاهلي كسبت الاتحاد السكندري. ايضا نادي المقاولين العرب اللي بينافس السنه دي بقوه على المركز الثاني برضه كسبت المقاولين العرب. كسبت المقاولين العرب في مباراه وانا مطرود مني رامي ربيعه، كسبت المقاولين العرب وبمهد لك الطريق للدور الثاني. ايضا بيراميدز اللي كان منافس قوي السنة اللي فاتت، السنة دي بكسبه وبكسبه في الملعب وبأداء وبإشادة الجميع، برضه بعطله عن المركز الثاني. يعني أنا عملت اللي عليا، يعني حضرتك طالع تنتقد التحكيم بعد ده كله؟ لما تخاطب جمهورك احترم عقول جماهيرك، احترم عقول جماهيرك. هل الهدف الثاني في مباراة بيراميدز هو اللي خسر حضرتك 14 نقطة في مشوار الدوري؟ هل الهدف الثاني في مباراة بيراميدز هو اللي خلى لعيبة عند حضرتك تهرب وتشتكي في الاتحاد الدولي؟ ده مش في كرة القدم، ده في كل الألعاب كمان. هو كان الهدف الثاني وانت بتخاطب جمهورك؟ ناديك نادي كبير، نادي ليه تاريخ، نادي ليه رموز، لما يكون في أخطاء اتكلم عن الأخطاء. واحنا هنا في قناة النادي الأهلي، وانا واحد من ضمن المنظومه اللي موجوده هنا في قناه النادي الاهلي في ملعب الاهلي ومن حال المباريات، لما بكون في سلبيه بطلع وبتكلم وبنتقد، بنتقد بشكل موضوعي، شكل موضوعي علشان عايز
النادي الأهلي اللي أنا بنتمي ليه يكون في أحسن مكانة. دايما بننور الطريق وبنسلط الضوء على السلبيات وبشكل محترم. في مباراة بلاتينيوم هنا النادي الأهلي، وكان معظم الناس يعني بتقدم أعذار شوية والجو والحر والمسافة والسفر، أنا قلت هنا لا، المباراة دي كان لازم يكون في أداء رجولي أكتر من اللعيبة. مباراة كنا محتاجين الثلاث نقاط، كنا لازم ناخد الثلاث نقاط. أنا مش هقول أعذار وأنا هنا موجود في قناة النادي الأهلي. فدايما وإحنا في أي منبر إعلامي وخاصة في قناة النادي الأهلي، دايما زي ما بنتكلم عن إيجابيات وإيجابيات كتير، دايما بنتكلم برضو لو في سلبية بنتكلم عنها. عمرنا وإحنا طالعين على الهوا في أي برنامج هنا في قناة النادي الأهلي ما بناخد ورقة ويقعد معانا المسؤولين لازم تقول كذا وكذا وكذا. لا، زي ما أقول لحضراتكم دايما في مصداقية، مصداقية إن إحنا بنخاطب جماهيرنا، جماهيرنا اللي بالملايين. فعشان كده لما بنوصل المعلومة لازم نوصلها صح وباحترافية كمان. هي دي النقطة اللي كنت عايز أتكلم فيها.